إن شاء الله راح نتكلم عن علاج القولون. طبعا لا يوجد علاج قاطعي ونهائي لحالة القولون العصبي، وهو يعني مثل مرض الحساسية الذي قد يكون عند شخص بينما لا يكون عند شخص آخر، يعني رغم تساويهما في كل شيء، ربما حتى في أنواع المأكولات التي يعني يتناولونها. إذا كانت يعني الأدوية هي الأساس في علاج أي مرض، فإن في حالة القولون العصبي تكون الإرشادات والنصائح هي الأساس في علاج مرض القولون العصبي. ومن هذه الإرشادات إن شاء الله راح نذكر بعض منها. طبعا أول إرشاد هو أنك يعني من الضروري الابتعاد عن القلق والاكتئاب بقدر الاستطاعة. ابتعد عن شرب الكحول، يعني اهم شيء، وايضا ابتعد عن شرب القهوة، حيث يعني وجد في حالات كثيرة انها تساعد في ظهور اعراض القولون العصبي. ايضا مارس الرياضة بشكل منتظم، فهي يعني من اهم وسائل علاج القولون العصبي. ايضا اوقف التدخين فورا لعلاج القولون. ايضا من الضروري استشارة الطبيب في هذا العلاج. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.